ليكي هو شو عم بيقوله هي شو كانت حاكية. شو عم تعمل هون؟ أنا زوجك يا أورمي، وهلأ جيت لأخذ مرتي اللي معصبة كتير مني. يلا أورمي، حاجة تعملي هالحركات؟ يلا بكفي تمثيل، انهي كل شي وارجعي معي على البيت. ماشي؟ حاجتك حكي بلا طعمة وروح من هون. شو؟ شفتوا؟ شو قلتلكن من شوي؟ طيب هيك بتحكي المرة مع زوجها وقدام الولد؟ الولد صغير، خالتي أكيد المشاكل الصغيرة بتصير بكل بيت، مو هيك؟ طيب هالشي بيعني إنه مانو زواج، صح؟ كانت عم تحكي لنا إنها قطعت ارتباطها بالكامل معك. عمي بترجع. لحظة، أنا مالي فهمان اللي صاير بينك أنت ومرتك أبداً. نحن خسرنا كتير بسبب زوجتك، وقت اللي طلبنا منها مصاري قالت إنه ما مع مصاري بنوب. مدام سوشما، أنا رح رجع لك المصاري. شو؟ كله خسارة؟ ايه طبعاً، خربت السيارة والأضرار بتطلع بقيمة 20,000، ولهذا السبب نحن فكرنا وجبناها لهون لعنا على البيت، بس شو عرفنا إنه ما معه مصاري؟ بعد إذنك، شو هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ احكي، هاي بتكون مرته لسامرات سينغراسور، هاي زوجتي، مانا مرة عادية وما لأي حدا. قديش المبلغ الكامل؟ أنا بقدر اشتري مليون سيارة من السيارة اللي عندكم. مانون بحاجة لسيارة أستاذ سامرات، بعد إذنك خلي كرمك لحالك، هذا الموضوع بيناتنا وأنا رح رد لهم المصاري كلهم. رح ترديهم؟ من وين بدك ترديهم؟ أكثر من مرة طلبنا منها تحكي مع عائلتك كرمال يدفعوا لنا، بس قالت إنه ما عندها حدا، وقالت إنه ما في حدا يدفع عنا بنوب، وهلأ كمان عم تمثل علينا. ماني عم مثل. قولي احكي، شو معنات هذا الشيء؟ بفهم إنك نهيتي كل ارتباطك مع زوجك وعيلته كلياتها؟ مرتاحة هلأ يعني؟ مبسوطة بكل شيء؟ جاوبيني، مبسوطة بكل هاد؟ اللي عمو معي حق؟ ايه اكيد. اللي قديش بدكم مصاري مننا؟ 20. انهوا هالقصة كلها وبعدها بتروح من هون. 20,000 مقابل السيارة، والباقي على الايام اللي قعدتهم عنا والاكل. انا مسجلة كل شيء عندي، رح قلك المبلغ كامل. اذا بتريد سمرات، انا قلت لك الموضوع بيناتنا ورح ادفع لهم المصاري كلهم، ما في داعي انك تتدخل. اسمعي بنتي، نحن ما بنفهم يعني؟ كل هالمدة عم نراقبك، انت من وين بدك تجيب لنا المصاري؟ اه الاضرار صارت بسببي انا، انا اللي خربت السياره، ولهيك انا اللي بستاهل ادفع المصاري. رح ادفع لكم ياهن، رح ادفع لكم كل المصاري، انا المسؤول عن هذا الشيء. اذا بتريدوا ما تردوا عليه خلص، ردي علي انا، انا رح ادفع لكم المصاري. من وين بدك تجيبي كل هالمصاري؟ بدي ال 20,000 انا يلي رح ارجع لك المصاري. ما بيهمنا غير المصاري. بس المصاري مدام انتهت القصه. رح اخذ المصاري وهالشيء اكيد، لانه نحن خسارتنا كبيره. خلص خالتي، هيك مشي الحال مزبوط؟ وهلأ صفينا الحساب، بقدر أخذ معي أورمي وأمشي؟ عن جد شكراً كتير.